نمشيو للكوجينا مامي صنيفة ومن بعد نبداو السبور عنا برشا اخبار وبرشا حكايات. مامي الصنيفة شنو حويلك مامي؟ والله الحمد لله شحالكم انتم شحالكم انتم؟ سبحان الويكاند عدى بيه الحمد لله يا ربي الحمد لله. رجعت بكى الاجواء الشتويه نتاع السبت ولا حد بالضبط. قررت انك تعمل لنا لبليبي وما ادراك ما اللبليبي وشكون ما ياكلش اللبليبي؟ دونك اللبليبي نتاع الشيف مامي شيف سامية شنو هو نستحقه في اللبليبي اكزاكتومون؟ كيفاش نعمل اللبليبي في الدار حاجه نظيفه وحاجه سهله وفيسع فيسع نجمو ناكلوها؟ اوكي باهي نبداو باللبليبي كما تعرف الحمص كيف ناخذوه وكنا معناتها نغسلوه بالباهي نقيوه بالطبيعه نغسلوه بالباهي وبعد نبيتوه قبل بليله معناتها يلزمو يبات يتنفخ في الماء بتاعه من الغدوه كان عشنا نحطوه انا نحطو كل حد كيفاش يعمل انا مثلا نحطو في الكوكوت نتاعي نمرقو بشويه ماء كما نقولوا 300 غرام حمص نعمل عليهم اترتين ماء ونغمو بالماء ونخليه في الكوكوت نتاعي اما على الاول قبل ما نسكر الكوكوت نتاعي خليه يغلي باش يطلع لي الكشكوشه نتاعو اللي كنقيمها نحطها على شيء رأيتنا حالي من بعد نسكر عليه الكوكوت ما غير ما نحط الملح خاطر كي نحطوا الملح يا ايا ما يطيبليش الحمص الملح مع الحمص ما يخليه زرس دونك يلزمنا ما نحطوش الملح الكل بكل نسكر الكوكوت عليه حتى لين يولي يطيب بالكدا 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 معناتها حسي حكايه ساعتين وكل شيء ما نحطش فما اللي يحكون يحط له بيكربوناتو فما اللي يحطوا الخميره نتاع الجاتو انا ما نحطوش خليه على خاطر عندي الوقت خير هو الحقيقه ما بالضبط اما فما اللي يحبوا مثلا حاجه مزروبه هاكو ينجم يحط يعملوا بيكربونات يضربها نوم يقوم 9 10 تاع هذيك هو هذيك هو خلينا كيكا حاجه هيلثي وحاجه ما فيهاش مواد اخرى دونك حطينا الحمص كما قلت انت لي زيتاب اللي نعملوا في الحمص مهمين برشا هذيك اللي يعمل اللبلي والحمص معناها اي لا نحطوا الماء بارد معاه يطيب هكا يخلي لي يقعد يغلي شويه تحط له سنتين ثوم صحاح نقصهم على كعب على شون مع ابراج وبعد نخليه يغلي شويه ما نسكرش عليه كوكوت. شنو هو الفرق بين ثوم مرحي وثوم صحيح؟ وهل ثوم صحيح يسيب ال ال يسيب بيان سور كيبدا فريشك وفري معناتها. مش مرحي خيرة؟ لا هذاك مرحي باش نعملوه هذاك نحطوه فوق كي نجي نزينوا اللبلبي. باش نحط هذاك الثوم هذاك مع رشة تن. مع رشة تن مع الزينة مع الكبار. لا ما نحبش بالتن أنا. أنت ما بتحبش بالتن. أنا اللبلبي الصحيح عندي ما يتحطش فيه التن. عندي يتحط فيه هرقمة ولا صوص هرقمة. عندي منا صحفة بلاش عظيمة. جبت لنا هرقمة شايف. اي عملت الهرقمة خليته ما تقولكش ليش حتى ما عندناش تقول لك عملته وخبيته احنا ما نخبيو شيء على السيده المشاهدين اللي ما عندناش ما عندناش نتاع لا درشنوا لبلبي صحيح لبلبي صحيح باش تعمل صحفه لسوفيين بشفريت بشفريت لسوفيين الله يبارك لبلبي بشفريت دونك توا كملنا الحمص هكا كيما تشوفوا هكا يا هكا ريتو تختوخ كيفاش نطيب بكدا 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 بالحمص تقريبا بديت بالضبط هكا كيف كيما قلت نحب الوقت ما نجموش نطيبوه في واحد بي ومن بعد عندنا كيفاش انا اليوم كيفاش باش يجينا البليبي في واحد كما تعرف ايا ما نجموش ما نستعملوش اللي هو احنا باش نستعملوا الهريسه السيكان هريسه السيكان اللي هي باش تفوح لي وتعطيني الحروريه المزيانه بالضبط اللي هي كما تعرف اللي هو الهريسه هذه متكونه من ثلاثه انواع نتاع فلفل الهريسه الفلفل الحار الاحمر الحار وعندنا معاه المسكي وعندنا البلدي وزيد اللي هو البلدي اللي نتاع سي البلدي صحيح نتاع سي البلدي عايش عندكم فلفل سي البلدي زيد مالا وسيغتو اللي هي مفوحه حاضره بالثوم معناتها انا باش نعملوا ثوم وزيد هي ديجا مفوحه بالثوم هذه بنا على بنا في العاده وخارق العاده كالعاده وخارق العاده سيكام هي سيكام هي في تونس كسوى الطماطم ولا المعجون ولا الهريسه كل شيء كيما تشوف هي شغل نتاعها سهله انا باش نحط الهريسه باش نوري الساده المشاهدين نحط الهريسه نتاعي اللي هو هكا كيما تشوف هكا حطيتهم عرفتي نخلطها شويه ماء بشويه ماء نحلها كل مره نزرق لها شويه ماء هكا ماء لا ماء بارد مش ماء دافي ماء بارد خلطها هكا بالقد قد ردها هكا جاريه شويه مش برشا برشا زيدها شويه ماء ما يسالش هكا وجبتوا خبز بيت اي مالا هكا هكا دوك حلو الهريسه عندنا هذا الثوم اللي احنا حضرناه عملته رابي ومريكن نزيدوا الزيت كيف كيف الزيت هذا زيت زيتونه بالطبيعه حتى البيبي كيما تعرف ما يحب كان الزيت زيتونه نحركوها زيت بالكدا 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 دونك عندنا المكونات نتاعنا اللي هو الكمون عندنا الفلفل بالعبيد فلفل مسير وعندنا الليمون وعندنا الكبار نحب الكبار
ومن بعد انا باش نوريكم كيفاش باش نزينوه وكيفاش نعملوه. وديجا صحيح وانا ديجا حضرت الخبز نتاعي اللي هو هذايا فتفتوا الخبز بايت نشي قبل بالنهار نقصوا قديمات قديمات باش من بعد نعملوا اللبيبي نتاعنا. حاجه برك باش نعطيك استيس برك صغيره ايه مهمه برشا اللي حب العظم المروب عندنا حطيت الماء على الطنجره هنا حطيتها على الغاز هكا يغلي هكايا بعد نرمي له العظم نتاعي نحطه بالوقت دقيقتين ثلاثة دقائق باش يجيني العظمه مزيانه ومروبه. بنينه في الربيع يعطيك الصحة جيف بعد شوية نرجعوا نشوفوا الديسير نتاعنا تخوكو دونك خارق العادة يعطيك الصحة يعطيك الصحة شيف هاو تو نرجعوا لك.